بسم الله، ممكن يكون عندي عدد كبير من الابواب اتحط في اتجاه غلط وعايز اصلحهم كلهم مره واحده. فهاجي هنا اقول له اعمل لي سيلكت على كل الابواب. في ادنس كويسه جدا اسمها بي واي ريفيت، الادنس كلها مجاني واوبن سورس، والرابط هتلاقيه اسفل الفيديو. فهقول له هنا من اديت، هقول له فليب فيسنج سيلكت الدور، فيروح عكس لي كل الابواب مره واحده. ممكن اقول له عكس لي الهاند سيلكت دور، يروح برضه عدلها لي. ممكن اعلم على كذا حيطة واقول له اقسمهم كله مرة واحدة، حيطة مثلا زي ديت، اقول له اعمل لي سيلكت على الويب على الحوائط اللي زيها. واجي هنا اقول له اعكس لي كل الحوائط، فليب وول لوكيشن لاين او فليب وول اورينتيشن. هو بينفذ الامر ده في المشروع كله مرة واحدة لو انت بعد ما رسمت حسيت ان هو محتاج تعديل. فكل الادوات ديت في اداة مجانية بتسطبها من الرابط بي واي ريفيت، بتلاقي فعلا قوة جامدة جدا بتضاف للريفيت.